أهلاً وسهلاً. حصلنا آخر مرة مكان بيت جديد، خلنا نرقد. الخطة كالتالي: سويت بولشت الحصان الأحمر، ونزين شليت سامون، شليت شوي ليتات مهني. النفق هذا ما أظني أرجع له، وإذا رجعت له إن شاء الله بيكون عندي فحم أعوض عنه. شو بسوي؟ بشل ليتاتي وبنتقل مع ليتاتي وين؟ مكان جديد. بخلي ليت واحد عود هناك في الممر، في ليتات تحت بعد ما بشلهن بخليهن، مو مشكلة. أساس لو رجعت عقب يكون في إنارة داخلية شوي بسيط، لو بسيطة يعني. على الأقل يبغالي 5 ليتات، عندي 9 زين. مشكلتي دائما في الفحم، دائما مشكلتي في الفحم. الزومبي سال حزة صغارية بعصارية، الله يخص مخياس. كم كم يا الله الزومبي، يا الله الزومبي، شو ما يموت. What the fuck، محبسين عند جثتي، مش مفروض. شو الزومبي الخايس هذا؟ شو الزومبي هذا؟ شو الزومبي اللي ما يموت؟ ما عندي حصى، حصى كله تحت بعد. سريعين سريعين، يخرب بيتهم. لحظة، شو الزومبي بوف عندهم؟ واحد موت، لعنك موت موت موت، الله يخسك الخايس، الله يخسك. هاي البداية الحلوة اللي كنت أتكلم عنها. لحين ما وصلنا هناك وشو وقمنا نموت. ما بهايل، وباك انت عندي كل سماني. هالبداية الجديدة اللي كنت اتكلم عنها راحت وطي. شفتوا البداية الجديدة؟ هذه بدايتنا. المهم مو مشكلة، عادي حصل خير، ذبحنا الزومبيز اظني. ناخذ اهم شيء ما نطيح في حفرة. الحين ابغى ابني البيت بسرعة. هالمنطقة تخوف والله صراحة، دام من الحين زومبيز بالطريقة هاي. هني تحت وين الحفرة طحنا ترى، على فكرة. فشو ابغى اسوي؟ مشكلة في أوطى منطقة مو بشي، بصير فوق هناك قريب من الشير وقريب من منو. لحظة، مش هذا أنا بالبولشت أساس بيتي، بعدين بسوي سور. وهذا شوفوا، هذا المكان النحيس، هذا المكان النحيس. الحين شو بسوي؟ أبى أبني هني. خلنا نحط بيت صغير، بيت صغير. ترى انت ما كنت ضمن خطة البيت على فكرة، بس اقول لك يعني، بس لا تزعل مني. زين، ابقى احط بيت سريع سريع. كل شوي احس بحد بيضربني. شي كهف عندي مرة وراي، في زومبي. هذا زومبي بطيء، تصير
بعيد سير بعيد سير بعيد سير بعيد روح بعيد تسكر الحين انت مش وقتك يطلعوا منك زومبيز بعدين بستكشفك فاضيلك انا فاضيلك انا كل شوي تطلع لي زومبي صح رحلة ماينكرافت صراحة رحلة عالم مغامرات بروحه طبعا هني حصة تحت هذا بيكون اساس البيت ترى البيت بعد بيطلع حبة فوق لكن اول شي خلنا نشل نسكر هذا سكر زين اوكي سكر حوله كامل ابى ارفع اساسه حبة يعني في حال ان حد يعني ما يجيب العيد اهم شي مين الزومبي اللي ينقع اهم شي اهم شي هذا الباب الحين ارمع بالمكان شوي شوي بامان مش وايد شوي يعني بعبي المكان تحت برفع البيت حبة زين على اساس اتصور اذا في تحت زومبي ولا شي نقع شي يعني هذا بيتحمل ضرب اكثر ومن بعد كل شوي زومبي يدخل علينا ينقع البيت مصيبة ترى بعد مش it's not good والله it's not good at all بس بحتاج شبابيك ابغى اشوف شو بيجيني من يمين ويسار بسوي شباك هني وشباك من ورا هذا وين شباك هذا هني اوكي هذا الجدار هذا هو الكلام يا حبيبي طيحة هني طيحة خايسة يعني من باب البيت اذا ما احط له دري مصيبة لان اذا في زومبي قاعد يلحقني معناه مرة منشرد منه وطبعا هني انا جيت في منطقة الزومبيز مكان فيه خير وهذا والدنيا والزومبيز كلهم بيون لين عندنا بيت شوي صغير حاليا بس هذا بيكبر بيستوي قصر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني ما نموت من الزومبيات هني ولا يخربون اب استوت اوكي جيج جيج زين انا مش مرتاح على الشباك ويتمون يطالعوني يعني زومبي زومبيون مو مشكله خلي يطالعون اول شيء ابا سرير ابا سرير ما يبين طالعوني وانا راقد والله بيطالعني شيء لا مو مشكله ابا هذا وين وركشوب مالي طاح الوركشوب عني زين خلنا نحط هذا خلنا ننزل بيب شوي خشب لكن هني المنطقة في الليل مو بآمن أبدا بالنسبة لي أنا حاليا لأن أثبت أمور البيت المنطقة مش آمن أبدا أبدا لحظة منطقة مش آمنة خلي شيرة معلقة في العادة هالشي بيضايقني لكن حاليا خلي يضايقني ما عليه ولا نتوهك توي منتقل وعندي أغراض الدنيا
ما باخر ليلة تعوز بدون اغراض. خلنا نروح البيت. استوى عن نخشب 17 كفاية. سكرت باب الزومبيز. اوكي ممتاز. رحلة المعاناة لا تنتهي. زين خلنا نسوي هذا. نبى نسوي لنا وركشوب. لهوة. زين وركشوب بحطي دري بحطي لفوق هني. بحط الوركشوب هني. حط الوركشوب هني بسوي دري. بدري. من داخل بسوي شوي حصة ترى. بس مش مشكلة عادي يعني. بالنسبة لي على الأقل يعني عادي. بمشي الأمور. تورتشز. تورتش موجود. أهم شيء التورتش. أهم شيء التورتش. التورتش هني وتورتش هني. البيت منور. أكيد كل حد يشوف البيت الحين. ما حطيته إلا عند الجامعة. زين سكر سقف البيت عدل. ليلة قماري. ليلة قماري. هني بالنحصة. من داخل بنسوي حصة. أبو بيت طابقين احتياطا. يعني إذا قدرت لحظة. وايد نازل الطبخ وايد. I don't like it. الحين اوكي. لان اول شيء وايد نازل وياس ياخذ من مساحتي يعني. ترى في زومبي يطلقون اسهم بعد يعني. عادي اني اوقف ورا الجام الحين اذا وايد جامات. طلعنا اللي طلعنا في اول حلقة ابو الاسهم طفر بي. يوش طفر بي راعي الاسهم. خلنا نأمن حدود المنزل. هذا ابو الاسهم يانا من بعيد الخايس. حسيت انا ترى حسيت انه جاي. شوف هذا اذا كفه بكمل فيه. اذا ما كفه وين الدري هني. هذا يمشي الحال. اوكي واحد يمشي الحال الثاني ما يمشي. يعني إذا هنا يركب أوكي. هذا هو الخايس. بطلع بذبحه شكلي. عندي ماتيريال. أوه ها شو أهم شيء. مش اللي ينفجر البيت جديد وما يتحمل انفجار. ترى هالشغل سريع سريع. معنين النهار ترى فكرة. هنا في النهار. زين الحين برص هذا. لا هذا مو برمخ اركبتي. هاي معناه ما روم اركب. روم اركب في هاي. لا اوكي معناه الطبخ اللي فوق. شوف الطبخ اللي تحت بلغي منه الجامات. بصير فوق الطالع اذا بغيت. بسوي نظام رسته هنا شكله حق السيرفايفل.
غير نظام رست ما ينفع. حد فيكم لعب رست؟ ترتيب حي. رست ترتيب حي. بس هني الفارم اسهل يعني. فارم وايد اسهل. الوضع بعد نبغى كابل ستون. تعال. يا زومبي ما معذب حياتي زومبي انا. حطي له هني باب تيج. ابي اكبر المبنى عقب بس الحين حصلنا مكان شبه امن يعني. بس ابا اسوي شباك هني. ابا اشوف الزومبيز. بنزل بسوي لي ارو الحين صبر. ها بسوي برج رماية هذا. كنت بطيح. حصان مالك اللي قاعد يطيح تحت تشوفه. ايه كله تحت. في حد قدام البيت؟ خلنا نشوف. واو بوك. هاي اثنين ارشرز تشوفهم. هاي الارشرز. خلنا ننزل تحت. كان مفروض اسوي. انا بخبركم. للامان فقط. ولا لا ما له داعي ما له داعي. حركات رست دبل دور. لا 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 ما بسوي ما بسوي ما بسوي ما بسوي ما بسوي ما بسوي. بس هذا زين. هاي طبقة حماية ممتازة. أنا أحسها طبقة حماية ممتازة. حط هني الفرن هني رقاد. You may not rest now. There are monsters nearby. يخرب بيتك يخرب بيتك. ما يخليني حتى اريح. ما عندي فحم. لا تطالعوني تقولوا ليش ما يسوي. وهذا خلنا ندخل نسوي نبا بو. هذا كيف نسوي الواير الحين؟ كول بلوك اوف كول. وانا لو عندي فحم كنت افتكيت من ورا الراس كله. بس ما عندي ترى. خلنا على خلي اسوي لي بنطلون. على خلي نلبس شيء. عليكم في درجة من درجات الحماية يعني عندي. على الأقل. يبالي اثنين. هذا حطيت الطبخ اللي فوق في ساماني. ما اكثرهم. ها شلاب. وهذا بنكون في الحرخاء يسوين البيت الجديد ترى. هذا بحطيه تحت على طول. بس في خرفان هني. اقدر اني بسامان. شوفوا واحد اثنين ثلاثة اربعة. خلي يطلع النهار بس اشوفه يموت. وبنسكر الحلقة. بصير اني بفحم من منطقة جديدة شكلها. لازم مرحلة ما اني بفحم. طلع علي الحين لابس ارمر. شوفوا عندي درجة يعني حبة حماية ضربة. Which is really good. احترق الزومبي. احترق بل تذهب الى الجحيم.
المهم كان بالنسبة لي حطينا أساس البيت الجديد. في الحلقة الجاية بنتفاهم شو بنسوي إن شاء الله، ونشوفكم في حلقة قادمة.